السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في الموجة المفتوحة لقناة هلا ولموقع بانيت. وضيفي الأول في حلقة اليوم هو حسين العبرة من راهط، ناشط سياسي واجتماعي، وإذا شئتم فهو شيوعي أيضا من الحزب الشيوعي. برحب فيك حسين العبرة. أهلا وسهلا. لليوم شيوعي؟ أنا من ناحية مبدئية وأيديولوجية أنا شيوعي، ولا مرة يعني بنكر وجود غورباتشوف. فضنا له، بعرف غورباتشوف وبعرف كلهم الحمد لله، مش بعرفهم يعني، بعرف كل التاريخ هذا وماركس ولينين وكلهم. أوكي. وبالنسبة لك كشخصية كبيرة في المجتمع البدوي العربي البدوي، هذول قريبين عليك من ناحية أيديولوجية؟ من ناحية فكر، فيش نقاش إنه دائما كان تأثير، يعني مرة كان الحزب الشيوعي المحل الثاني في راهط بعد حزب العمل، ولكن مع التأثير الحركات الإسلامية والشعارات الدينية والشعارات الرنانة والتهجمات ومحاربة الحزب الشيوعي صار تغيرات في هذا، أما الحمد لله من حين. بس الحركة الإسلامية اللي حكيت عنها هي أقوى شيء في النقب في الجنوب. في أسباب، مش كمان أول إشي ضحك على اللحى، يعني في كثير من الناس يقول لك هذا أنا بصوت لربنا، استغفر الله العظيم. يعني هم كانوا يجوا للناس أيام الانتخابات للبلدية، للمحلات، انتخابات السلطات المحلية، لا تتصوت لي، صوت لله، هيك بيقولوا للناس، فاهم؟ فكان في كل مرة في ناس اللي يعني فيش عند الوعي الكفاية، الوعي السياسي في النقب، فحتى مش في النقب كمان، والجليل والمثلث نفس الاشي، فاهم؟ فكان لهم تأثير، وفي صار تغيرات، في صار تغيرات، هاي واحدة. ولكن السبب الثاني وحتى السبب المركزي انهم هم مثلا اعطوا النقب مكان، اعطوا النقب قوه، مقعد. انت بتقول مقعد للكنيسة طبعا، فلذلك. طيب حزبك ما اعطاهم؟ مش الحزب الشيوعي ولا القياديين الموجودين اليوم تغاضوا النقب، يعني ما في نقاش. اما الحزب الشيوعي كل الوقت الشيوعيين الاصليين، يعني ما كان في فرق اذا كان النقب تقصد ولا توفيق طوبي وطبق زياد ومير فيلنر. انت بتحكي عن التاريخ. ما كان في الحزب الشيوعي التاريخي. ايوه، ما كان في فرق بين الناصرة، النقب، راهط، الرملة، اللد، كل يعني الممثل كان مثلا توفيق زياد يمثل كل عربي وكل إنسان وطني وتقدمي وكل إنسان يساري اشتراكي، كان يهودي ولا مسلم ولا مسيحي، كان يمثل هاي الأشخاص. توفيق طوبي يعني أنا بتذكر بنكون في قلب اجتماعات حينما بيصير خلافات أو نقاشات إشي، إذا وقف توفيق طوبة عليه رحمة الله وحكى كلمة تلقى كلهتنا إجماع بمعنى الكلمة، إخوة، رفاق أصليين، بس يحكي يعني هيك خلصت. نفس الشيء مير بينر، تامر جوجنسكي، حنا نقارة محامي الأرض، أميل حبيب، أميل توما، كان هذا كان الحزب. واليوم مش عاجبك الحزب؟ الحزب كل حياتي انا بضل عاجبني، حتى وانا ميت بيعجبني الحزب الشيوعي. الله يطول عمرك. الله يحفظك. ولا مره بنكر فضل الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي فضله على الجماهير العربيه في اسرائيل لا احد يستطيع انكار هذا. الحزب الشيوعي دافع عن الاراضي، صنع يوم الارض، الحزب الشيوعي دافع عن كفر قاسم، كشف عن مجزرة كفر قاسم، الحزب الشيوعي دافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، حينما في الرملة بما يسموا أنفسهم بين قوسين لجنة الوقف الإسلامي، باعوا من المقدسات الإسلامية الأملاك تبع الوقف الإسلامي، الحزب الشيوعي رجعهم، راح للمحاكم ورجعهم. لا أحد يستطيع إنكار حينما حاولوا في حيفا بيع مقبرة الاستقلال في حيفا،
الحزب الشيوعي دافع عن مقبرة الاستقلال ورجعها لأصحابها، قسم منها طبعا، لا أحد يستطيع إنكار هذا. والحزب الشيوعي لا أنا ولا أنت ولا أي إنسان يستطيع إنكار إنه إسرائيل حينما كان تمنع الطلاب العرب يتعلموا فتح المجال وصار يعطي منح ويعلم طلاب وعلم، هو اللي فتح الباب أمام الجمال العربي للتعليم. طيب وشو كل الخدمة اللي عملها الحزب؟ شو أول شيء بالنسبة للرملة والحيفة، أنا بعرفش التاريخ الأشياء، فإحنا إذا حدا بده يحكي إشي بده عاقب إشي، لأن إحنا بث مباشر بقدرش أعمل ولا شيء. أنت حكيت أشياء لربما صح لربما صح بجزء لربما كلها لربما أكثر منها صح، بس مشاني أنا من ناحية قانونية. أنا بدي أقول لك، حكيت أنت عن هذول اللي الحزب الشيوعي بعثهم على الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية وقعد تعلموا هناك، تعلموا حساب الاتحاد السوفيتي، وكانوا أول كانوا الرعاة الأول اللي 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 أخذوا شهادات أكاديمية. أنا بتذكر فترة معينة كان كلية الطب في القدس، كانت بس ما كانش حتى بتل أبيب، كانت كلية الطب في القدس تقبل 3 عرب، منهم أخذت مرة يونس أبو ربيعة، دكتور يونس أبو ربيعة، يونس اسمه؟ أول طبيب في النقب، يونس اسمه؟ الدكتور يونس أبو ربيعة. وأخذت بروفيسور اليوم بروفيسور لطفي جابر، وأخذت أخرى مرشح من الجليل، 3 بالسنة تأخذ. أنا هاي فطنة أنا تابعتها لأنه أخوي كان واحد منهم، 3 بس 3، في حين لما الاتحاد السوفيتي صار يستقبل طلاب دارسين عرب طب وعلوم ومليون موضوع واستقبلهم. بس أنا سؤالي إليك، هل الخريجين هذولا يعني نقول اعتبروا من إشي، هل مثلا رجعوا إشي للحزب تبعهم لبلدهم لأهلهم؟ طبعا كونهم صاروا أطباء هذا كثير مهم لمجتمعهم، اما هل انتم كشيوعيين هسه انت اكل سياسي، ولكن هل الجمهور اللي تخرج من الاتحاد السوفيتي هل او من دول اشتراكيه اخرى، هل رجع يعني قسم من الخدمه او المساعده اللي قدم لهم اياها الحزب الشيوعي؟ شوف في عندنا، واحكي عن النقب كمان لانك انت من النقب، بدي اوريك شيء واحد. عندنا مثلا رفاق في الحزب وفي الجبهه اللي تعلموا على حسابهم مش على حساب الحزب، وظلوا مستمرين ومحافظين على المبدأ والمواقف تبعهم. وين تتعلموا حسابهم؟ في خذ الدكتور ثابت أبو راس، تعلم على حسابه مش على الحزب الشيوعي، ولكن هذا بآخر الفترة. كويس، ولكن ظلوا مستمرين. لا حسين عبرة، خلينا جاوبك على السؤال اللي سألت فيها قبل. خلينا فهم الناس، احنا بنحكي عن فترة الحزب الشيوعي الكلاسيكية اللي كان يصير فيها الأشياء اللي بنقولها. دكتور ثابت أبو راس يمكن بآخر الفترة صاروا يتعلموا حسابهم. كويس. مش بس هو، حتى أنا مثلا صغري جوز بنتي مثلا مع دكتوراه في طب الأسنان برضو حسابه تعلم، أو معظمه حسابه. اللي بدي أقوله أنه بفترة معينة كان حسابهم، بعدها صاروا الشباب يتعلموا حسابهم، ومنيح هيك ومنيح هيك. خلينا وكل احترام لثابت أبو راس ولكل اللي تخرجوا من هنا ومن هون. لا شوف، اللي من يوم تفك الاتحاد السوفيتي تفكك يعني، فاهم؟ لما غورباتشوف فكك هو وستالين فك، ايش اسمه؟ لا ستالين يلتسن فكك الاتحاد السوفيتي. برجينيف اسمه؟ برجينيف؟ نسيت شو اسمه؟ لا جيجينسكي؟ غورباتشوف ويلتسن. لا جيجينسكي؟ لا كان هذا قبلهم، كان قبلهم هذول من بدأوا يفككوا الاتحاد السوفيتي. طبعا الاتحاد السوفيتي ما صار يطعي منح أول، بس الحزب الشيوعي في الداخل هنا لما بدأ يبعث يعلم، ما كان إنه الشرط إذا أنت شيوعي أو مش شيوعي، الشرط الهدف كان فتح المجال للجماهير العربية الموجودة في الداخل الانتي حتى يتعلموا. إسرائيل كانت تمنع عنهم التعليم، تمنع عنهم يعني بس اللي له واسطة كبيرة كبيرة كبيرة. وقبل 48 فتحوا له هيك زي ما أنت قلت 3 أشخاص في السنة. في النقب اللي تعلموا على حساب الحزب الشيوعي، ومع الأسف الشديد رجعوا
خلاص يمكن بينتخبوا الحزب الشيوعي، اما ولا اي نشاط فيه، وفي اللي ما تعلموا ولا اخذوا من الحزب ولا اي شيء، يعني ما عاد تعلموا الوطنيه، حافظوا على وطنيتهم على عروبتهم على فلسطينيتهم بسبب الاتحاد، بسبب الحزب الشيوعي، والفضل للحزب الشيوعي ولجريده الاتحاد والغد والجديد، هذولا ربا اجيال. في ناس اللي كانوا مع انه محررين جريده الاتحاد قسم منهم على كل بالمره مش بالاتجاه اليوم كويس، ما بقول لك في ناس اللي لهم مصالح شخصيه، مش بس اللي تعلموا، في ناس كثير اليوم كمان في قيادات في مصالح شخصيه. وانت مركز بكل قوتك حسين عبره ما قدرتش توجد مقعد واحد للنقب، كل قوتك وانت طول حياتك، بديش اقول كلمه شديده، ما طول حياتك وانت تضحي، وكثير كانوا يهاجموك وهيك، هاي اللي بقصده، ولا قدرتش كل يعني حيفا هي بتغلب كل المجتمع العربي بهذا الاشي؟ لا انا لما دخلت الحزب الشيوعي انا كنت عمري ولد صغير، عمري 14 15 فاهم، ولا مره كنت عندي يعني بفكر انه انا اصل ولا مصالح شخصيه، لا انا اول ما دخلت الحزب الشيوعي. بس انت برضه رجل سياسي، انت كنت عضو بلديه راهط وكنت انت رجل سياسي كويس. انا بالنسبه لي اذا جبت سيره بلديه راهط، انا اليوم وبكره وبعده بشكر الحزب الشيوعي اللي هو خلانا ايجاب الانتخابات لبلديه راهط. انا بس بفضل الحزب الشيوعي اعطانا محاميه، اعطانا كل شيء، وجبنا انتخابات لاول بلد عربيه في النقب. بس هل انتم مقدرين هذا الشيء يا حسين العبره؟ هل انتم مقدرين انه عمل لكم هذا الشيء، ولا اليوم فيش ولا عضو شيوعي في بلديه راهط؟ بدي اوريك اول شيء جاوبني على السؤال، في مقعد للحزب الشيوعي او اسمع بدي اقول لك شيء واحد، النقب إذا وبالأحرى إذا في الشمال كيف بدك يكون في النقب؟ العائلية والقبائلية والطوائف بتشتغل دورها كبير، فالكنيسة إشي ثاني، والسلطات المحلية إشي ثاني. فأسا حسين العبرة لما جاب الانتخابات لراهط كان لما أنت جبت الانتخابات لراهط أنا كنت كل أسبوع عمل مظاهرة، بس مين المظاهرة؟ الطلاب الناس الجبارين اللي عندهم الروح الوطنية، وكنت أعمل مظاهرات وأعمل هيك. ولما رحت للمحكمة العليا بفضل الحزب الشيوعي، الرفيق أبرم ملامد كان المحامي، والرفيق توفيق طوبي هو اللي شد وعملنا كل هاي الأشياء، ورحنا للمحكمة العليا وجبنا انتخابات للبلد. هسا في كثير من اللي كان اول رئيس بس كيف تاخذنيش سنك، لا المعينين تعيين كان واحد يهودي اسمه أريبار، وبعدين روبن فيسوكر كان مسؤول عن الهدم. لا بسألك انه يعني الانتخابات لما جبتوا الانتخابات لراهط انه اول عربي كان رئيس؟ جمعة القصاصي من الحركة الإسلامية. جمعة القصاصي من الحركة الإسلامية، مش من شان العيلة، لا عشان الحركة الإسلامية كانت قوية. لا بس الحركة الإسلامية صاروا يحكوا بالدين وكأن الدين، وبعدين شغلوا العائلية والقبائلية كمان، هم تابعين لقبيلة اللي هم عيلة صغيرة ولكن موجودين في قلب قبيلة، فهم كيف؟ وخلوا القصاصي يعني القبيلة الثانية لا اللي احتوتها على حسب حكيك، بديش أذكر أسامي يعني فهم كيف. أما في واحد مرة أخذ عباته وصار يقول وين راحت، هسه بصير حكي يعني تنافس هيك. لحظة حسين العبرة صديقي من المجتمع البدوي اللي أنا بحبه كثير، فهمني شو هاي المثل اللي قلته، حمل عباته وصار إيش؟ عباته صار يقول لما كان في منافس واحد اسمه موسى أبو الصبان من حزب العربي الديمقراطي، من حزب العربي الديمقراطي، ولكن ما كان ماشي على اسم الحزب العربي الديمقراطي، على عيلي قبيلة وصف قبيلة. وجمعة القصاصي كان ماشي باسم الحركة الإسلامية لأنه عيلته صغيرة ولكن القبيلة أكبر، في شايف كيف؟ ولما أجوا صارت جولة ثانية، في واحد بديش أقول مين أخذ عباته في العباية تبعت البدو أخذها وصار يقول بيده هيك وين راحت القبيلة الفلانية، بديش أذكر مين، فهمت حتى يأخذ
ينافس على الرئاسة، ينافس على الرئاسة، واخذ الرئاسة بالطريقة هذه جمعة، بالطريقة هذه بالأسلوب. يعني مش جمعة اللي لا لا مش جمعة، واحد ثاني اللي حمله رهن. لا لا جمعة بدي اقول لك الحق يقال، جمعة كان صحيح انه اول رئيس، ولكن جمعة كان من الناس الأمخل عاديين، يعني ما عنده الزعامة طيب، ولا عنده طيب كثير، وطيب أكثر طيب من طيب على آخر، وطيب وما زال لليوم، وما زال لليوم. فجمعة إنسان عادي، وما كان عنده يعني مرة وإحنا قاعدين أنا بقدرش أقول لك فلاح زينا لأنك أنت مش فلاح، لا أما يعني إنسان بسيط. أنا قبل ما أكون فلاح ولا بدوي أنا عربي فلسطيني، حلو، بعدين فلاح ومدني ودرزي ومسيحي ومسلم، هذا آخر إشي. حلو، أنا قبل كل إشي عربي فلسطيني، حلو، موجود في داخل إسرائيل مع هوية إسرائيلية. حبيت، حلو. أنا فبقول لك في أشياء كثيرة يعني اللي هي أثرت، وعشان هيك كمان اليوم مثلا صار تأثير قوي في النقب لما تيجي بتحكي مع الناس في الانتخابات، بتقول لهم انه اسمع، اللي عمل يوم الارض هيك، واللي عمل هيك، واللي بدافع هيك، واللي لحد اليوم بتقبلوا الاشي؟ بتقبل، بقول له يا عمي انا في ما بحك كتافي غير اظافري. هسا اخذوا ما لقيت، انا طبعا القائمه الجبهة أخذت يوسف العطاونة، والعربية للتغيير أخذت واحد كمان، فيهم تبادل بينهم، ولكن رجعنا كمان الأصوات ما جابوش، يعني أصوات ما جابوش، فيش القائمة الموحدة غلبتكم كلكم، ما في نقاش. فبعدين أوريك إيش فكر أنت، القائمة الموحدة مع كل الغلطات والأعمال اللي بيعملها المنصور عباس، فهم؟ شوف ايش بيصير، الناس بترجع بيقول لك الدين، احنا مسلمين، احنا ما بعرف ايش، يعني الافكار الرجعيه اللي قبل 1400 سنه. ومنصور عباس بيعمل اغلاط؟ اسمع، واحد قال عن الاسرى الفلسطينيين مخربين وارهابيين، واحد وقف في انت عن مين بتحكي؟ هو منصور عباس. طيب انا اخر مره بدي اقول لك، بدي اوقفك واقول لك انه انت بتقول هالاشياء، انا ما عنديش اقدر اخذ تعقيبه، اما اكيد منصور عباس والمعب بيقدر يعقب وانت ما بده، ما في نقاش، بس بدي اوريك اختلاف الراي لا يفسد الود. لا انا وياه اصحاب، انا وياه بنسلم على بعض ويسمعك زي ما حكيت عنه هسه، ولا بهمني بالمره هو يسمعك عادي. شوف بدي اقول لك شيء، واحد انا حسين العبره تربيت هيك في الحزب الشيوعي من وانا طفل، وتربيت مع ابوي الله يرحمه رباني انه ولا مره اعاد الانسان كانسان، بعديه في اراءه في افكاره، اذا عنده افكار هيك تختلف مش بعديه يعني بختلف معه، اما عداوه ولا بكره اي بني ادم اي بشر، لا يهودي ولا مسلم ولا مسيحي، الله يرحمه ويطول عمرك حسين العبره. ايش شايف منصور عباس؟ انت بتقول لي ايش الغلطات، فك هذيك اليوم في الكنيسة مش عارف في واحد راب ولا مين هو اللي بيدعي انه الجيش الاسرائيلي ينتصر وينتصر على على الفلسطينيين في غزة، ووقفوا دقيقة ما بعرف عليش وقفوا، قام منصور عباس وقف معاهم ببنتناهم، فكر هيك كيف هذا يعني، شايف كيف يا عمي انت في الكنيسة بدكش لانك مجبور اطلع برا قبل، اما مش تقف اي واحد. بعدين فكر ايش قال عن الفلسطينيين، ايش قال؟ قال اليوم مثلا وكل الوقت بيحكي انه اسمع يحق لقسم ان يدافع عن نفسه. انا مش تابع لا لحماس، بدي اقول لك انا شخصيا لا لاخوان مسلمين ولا لحماس ولا لجهاد اسلامي ولا لحركة إسلامية لا شمالية ولا جنوبية، بالرغم أني أحترم أكثر ما تتصور رائد صلاح، ولكن ولا نتابع لا شاس ولا للمفدال، لأنه لا فرق بين شاس والمفدال، لا كل هذول اللي عندنا ما في بينهم فرق. ليه رائد صلاح بالذات بتحبه؟ ما أحبه ما أنا ما أقول لك، ما بدخلك برايك بس مشان نفهم شو مواقفه وآراء، فاهم كيف؟ أنا كمان بدي أقول لك، أنا من ناحية دينية مسلم، أنا بصلي وبصوم وبعبد ربي من وأنا صغير ولا عندي أي مشكلة،
صحيح شيوعي، الشيوعي مش ضد الدين، انت حر في دينك. في فالشيوعيين، في يهود، في مسيحي، في مسلم، في علماني، وفي ملحد. انت حر. احنا الله يبعدنا عن الملحدين. بس بقول لك في الشيوعية، انا بدي اقولها بالبث انه الله يبعدنا عن الملحدين. بدي اقول لك شيء واحد، في الشيوعية احنا مؤمنين 100%. انا ما في فرق بيني وبينك، انا مش ربنا اقول عنك انت مسلم ولا يهودي ولا كافر ولا مؤمن. انت حر، انت وربك، مش انا. انا ماليش حق اني اتدخل فيك من ناحية دينية. انا اذا انت بني ادم منيح وماشي عدل، لا بتتاجر في مخدرات وبتضر ناس، ولا بتتجسس، ولا بتسمسر على الاراضي، ولا بتلعب في القوانين، ولا بتستغل العامل، ولا بتستغل المرأة، ولا انت بتدافع عن كل البشر، ما عندي اي مشكلة معاك. ما عندي اي مشكلة معاك. الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي هيك. لا بس عشان احنا بنحكي للجمهور كبير، انا بدي اقول لك انه انا عندي مشكلة مع ملحد لا سمح الله. احنا مؤمنين، وكثير مهمني اقول انه احنا مؤمنين 100%، وبنا ان شاء الله اللهم زدنا ايمانا. كمل تفضل، اسمح لي عشان قول لي انا مين؟ انت بتصلي وبتصوم. استنى، مين انا حتى اقرر اذا انت ملحد او مش ملحد؟ مين انا؟ لا ما في ناس بيكون اذا انت لربك. لا حسين، في ناس بمعلنينها. كويس، هو معلنها بس هو حر في ربه. انا ما بقدرش احاكمه. هو حر وانت حر شو تحكي وانا حر شو احكي. ايوه مزبوط. انا لازم ادير بالي اذا هو بني ادم، اذا بيتجسس على البشر، اذا بيستغل المراه، اذا بيستغل العامل. إذا اسمع، في الدين والحزب الشيوعي كمان، في الدين الاسلامي بيقول لك اذا عندك عامل اشتغل عندك قبل ما يمسح عرقه ادفع اجاره. مزبوط ولا مش صح؟ ونفس الشيء الشيوعية، بيت مال المسلمين كمان كانوا يجمعوا المصاري ويعطوها للناس الفقراء وهيك. قل لي هاي اشتراكية؟ طبعا بيت مال المسلمين. بيت المال. وقرر الخليفة ارجو اصرفوا له مبلغ يتكت من بيت المال. طبعا من لمين؟ للفقراء والمساكين والضعفاء واليتامى. صح ولا لا؟ صحيح. بيت المال تبع المسلمين هو اليوم الضريبة اللي احنا ندفعها للدولة، ضرائب. مزبوط؟ صحيح. مش بندفع للضرائب للدولة، وكانوا الناس بيدفعوا لبيت المال وبيدفعوا نفس الشيء، وكانوا يغزوا ويربحوا كويس، ولكن بيديروا بالهم على الضعفاء، على الفقراء، على المساكين، على اليتامى، على الأولاد الصغار، بيديروا بالهم عليهم، العيان بيديروا بالهم عليه. ولكن اليوم بدي أقول لك إشي واحد، مع الأسف الشديد بتشوفهم مرات بيحطوا لك بيت بيبنوا خيمة وبطانية لكل إنسان في وقت الشتاء لغزة، وبيجمعوا لك بياخذوا مصاري. بديش أحكي، بديش أتدخل في الموضوع هذا، بس الكل عارف إيش الوضع، إيش في فرق. يعني هل تريد، هل أنت تلمح أم تقول أن هنالك نوع من الاستغلال في هذا الموضوع؟ بيستغلوا الدين بيستغلوا. بدي أقول لك الحزب الشيوعي في إسرائيل، أنا اليوم شيوعي بس مش تابع اليوم إلهم. اليوم في خلافات بيني وبين أشخاص معينة في القيادة. وأنت بتصلي وبتصوم يعني كل حياتك. أنا كنت أكون في اجتماعات في اللجنة المركزية تبعت الحزب، تعرف اللجنة المركزية الطب تبع الحزب. مزبوط؟ في رمضان وبيجيبوا أكل، بقول له صايم، ولا واحد برضي يأكل قدامي. مش قالوا لي اسمع أنت معناته مؤمن أو أنت ما أبصر شو ابعد. لا بالعكس، بيحترموك. طبعا احترام، لا تسأل قديش. ففيك بعدين بدي اقول لك شيء واحد، اول ما بدأ يجمع تبرعات للانتفاضة في غزة الحزب الشيوعي، وبالخص في النقب. شو يعني انت بدك تقلل، بدك تزيد من قيمة الحزب الشيوعي وتقلل من قيمة الحركة الإسلامية؟ انا ما بقلل من قيمة اي انسان ولا اي قائمة، ولا انا بفكر اليوم انه لازم بدل ما انت تهاجمني وانا هاجمك انه اسمع نلاقي طريق مشترك، نلاقي طريق مشترك، لان احنا موجودين في هاي الدولة. بس انت هاجمت منصور عباس هسه بشدي. انا واليوم بقول وبكرة بقول، اذا انا اليوم مش في الحزب، يعني مش في القيادة اللي اقدر اثر، ولكن بس حتى ابنك اعتقد عضو بالبلدية اليوم. ابن يعني انت ظليته كعائلة، ما في نقاش. امبارح خليني اكمل الجملة، ظليته كعائلة، عائلة سياسية بدوية، خدنا البدوي وهيك،
عندي عربية زي ما تقول، عندي في البيت في العائلة تبعتي كليتهم مع الخلافات اللي موجودة بين أبوهم وبين الموجودين في القيادة التوب، فهم كيف هم الثلاث أشخاص أربع أشخاص، عندي الحمد لله الشيوعية مستمرة والجبهة مستمرة، فهم كيف، بالرغم أنه في أشياء اللي مستنا احنا، مست العيله يعني، عندي مست العيله، عيله صغيره انت بتقصد؟ لا حتى مش الكريناوي مثلا، مش العبره، العيله الصغيره، لا حتى عيله العبره يعني، اليوم لما تناقش انا وشباب العبره، عيله العبره كبيره يا زلمه، اكبر عيله موجوده اليوم في هي اسرائيل بين المسلمين، لا اكبر من الكل، فهم من ناحيه بس عدد، ما بديش ادخل يعني في المواضيع هذه كيف هو اكبر ولا مش اكبر. عيلة العبرة كان الحزب الشيوعي والجبهة أكثر أصواته في راهط موجودة في الصندوق رقم سبعة اللي هو تبع العبرة. اليوم لا، اليوم لا، ليش؟ ليش؟ لأنه لا احترام للنقب ولا داروا بالهم من النقب. أقول لك إلي كم من سنة، 20 سنة بطالب نادي للحزب الشيوعي في راهط يبعث الله بجوز معهم مش مصاري. اسمع مني يا أخوي، سامع، إذا كان أحمد طيبي عضو واحد في الكنيسة، مظبوط؟ مظبوط. تعال إله بيعمل وبيجي وبروح وعنده محترفين وعنده، لا تسأل قديش في النقب، أنا بحكي لك عن النقب مش محلات ثانية. الحركة الإسلامية الجبهة كل حياتها عندها 4 و5، والحركة صار عندها أول 2 3، اليوم صاروا 4 و5، مظبوط ولا لا؟ ما أنت لم تعمل حساب أنه كل عضو كنيسة بيأخذ 80,000 شيكل في الشهر، مش أجاره، لا هذا لنشاطاته لعمله غير الموظفين، هذولا بس من شان نشاط، غير الـ40,000 ولا مع الـ40,000 المعاش العادي؟ لا أنا بحكيش على المعاش، يمكن معاش اللي بقبل 42,000 ولا أنا ما بحكي على المعاشات، ما بعرف قديش المعاش، أنا بقول لك على يدير مكاتبه، يدير نشاطاته السياسية 80,000 يشتغل. طيب أنت عندك 4 في الشهر، 4 قديش بيصير؟ 320,000 شيكل، مظبوط؟ طب أنت أعطي النقب مش 320,000، هات النقب 4,000، خليه يعمل نادي، كان في عندنا نادي في بير السبع لطلاب الجامعة، لكن راهت وينها؟ راهت أكبر مدينة عربية في النادي السريع. اليوم في بير السبع؟ كل الوقت في نادي في بير السبع، زمان اشترى الحزب زمان زمان. وراهت اللي فيها قديش 60,000 إنسان؟ 80,000 فيش فيها نادي ولا نادي ولا اشي. انا قعدت على ايام توفيق لو محلك بطلب مني القرناء وخليه يعمل لكم نادي ايام، لا في نوادي اليوم في كل حارة بس فيش فيهن يعني، بس حيطان نوادي بس مش حزبية. اما فيه احنا فتحنا نادي المرحوم توفيق زياد الله يرحمه، فتحت انا نادي في البيت تبعي، في البيت تبعي، فاهم كيف؟ كان عندي بيت جديد لاولادي ولسه اولادي كانوا صغار، في البيت تبعي فتحت نادي، واجا توفيق زيادة افتتح وقص الشبرة هي الشبرة الحمراء، فاهم كيف؟ وظليت كم من سنة وانا النادي عندي في البيت، في البيت لا اجار ولا انا باخذش، انا بحياتي لا اخذت معاش من الحزب، انا دفعت ثمن غالي غالي غالي. دائما لما بقعد معك بنحكي دائما بستغرب على اللي صار معك، مش انت يعني، مش الحك عليك، قصدي انه يعني حزب شيوعي، انت من وانت ولد صغير في الحزب ولليوم ارائك هي نفس الاراء وهيك، ما يكونش نادي عن جد في الطيبه في نادي؟ لا في كل المحلات في نادي، براهط في راهط كان فيها، انا المسؤول عن هذا الاشي، راهط كان فيها نادي بس نادي مين؟ في البيت عندي، في مش البيت اللي انا ساكن، عندي بيت اخرى بيت، اقول لك كمان ايش مليونير انت يا. اسمع خليني اشوف لك كمان سر، قعدت انا وواحد رفيق والله ما بعرفه طيب ولا ميت، كان سكرتير منطقه الجنوب اسمه افرم زيلك، ورفيقنا شحده بن بري، شحده بن بري محامي، محامي اليوم مش في الحزب، في الجبهه، اما قبل كان يعني نشيطه في الجامعه،
برعت لهم في الأرض، قلت لهم تعالوا عندي أرض، قسيمة أرض، أنتوا ابن الطبقة الأولى، نادي خذوها للحزب، للحزب ابنوها، وأنا الطبقة الثانية بكمل لأولادي. فش لمين تنادي ولمين تقول. فهذاك الوقت بالرغم أنه هذاك الوقت كان رفاقنا أعز الرفاق، أنا بالنسبة لي توفيق زياد وتوفيق طوبي مش رفاق، بالنسبة إلي هذولا يمكن بقارن بين توفيق زياد الله يرحمه ولا جمال عبد الناصر. يعني شوف لحد وين توفيق زياد بالنسبة إلي في فلسطين هنا في إسرائيل، عبد الناصر بالنسبة للأمة العالم كله هيته، ولكن توفيق زياد كان عندنا في الداخل، وياسر عرفات لفلسطين بأكملها. يعني فيش ما كنت أفرق بين هذولا من الناحية الوطنية وناحية القومية. أنو اللي مسؤول إنه فيش نادي للحزب الشيوعي في راهط؟ هل هو أيمن عودي؟ هل هي عودة توما سليمان؟ هل هو اللي من كفر كنا صاحبنا من كفر كنا منصور دهامشي؟ أيمن اسمع حبيبي، أيمن عودة أول إشي مش تابع للحزب الشيوعي، تابع للجبهة. صح إنه عنده أراء تربى في الحزب الشيوعي وهو جبهاوي، فاهم؟ صحيح. ما إله تأثير لنادي بالنسبة للحزب، بالنسبة للحزب. هسا النادي لما أنا صرت أطالب في نادي وأطالب أنا أسمع جوز أولادي وكبروا هيك، وأنا مقدرش أسوي هيك، وطلبت إنه نتأجر. أسر يقولوا لي معلش تأجر نادي وإجمع من رفاق الحزب، إجمع كل واحد هيك من هيك في الشهر. يا عمي أنا مش في الناصرة أجمع منهم، مع كل حتى في الناصرة يعني. لا أنا ما بقدر أقارن الناصرة للنقب. أنا في ناس كثير بفكر إنه أنا كنت أخذ معاش من الحزب عشان نشيط في الحزب وبشتغل في الحزب ليل مع نهار. ما كنت تأخذ ولا بحياتي. هسا بتعرف قديش بيشوفونا برات كل راحت شايف داس، خليهم يعرفوا إنك ما بتاخذش مصاري. أقسم لك بالله بحياتي صادق. ما أخذت معاش من الحزب صادق. ما عدا مش معاش، انحبست احد المشايخ حبسني وتابني اني بدك في الشمير كان، فاهم كيف؟ وخلى ابن اخوي يشهد علي وهذا بالزور بالكذب. ولكن الحمد لله الحزب وقف لي محامي افرم ميلامت على حساب الحزب، والمحامي كان في عندنا رفيق اسمه يعقوب في بير السبع، كان مرات يجي لاولادي 500 ليره ايام ليرات او هيك، او 500 ليره كثير. كان يجيب لهم مره لانه الاولاد كلهم صغار وانا محبوس، فاهم؟ وانا محبوس وبعدين في الاخر طلعت برا. بس بدي اقول لك بارك الله في هذا. ما بقول لك اسمه المحامي، المحامي افرم ميلامت اللي بكى ينتبه لاولادك شو اسمه. لا هذا يعقوب عراقي رفيق حزب من بير السبع، كل احترام الحزب كان يعني يعطيه. المهم ننتبه لك. كل احترام. لا ما والله كل احترام بقدرش انكر، اما بحياتي لا اخذت معاش ولا اشي، وطردوني من الشغل. مش بس هيك، اليوم ابنك محامي مزبوط على حسابي كل. اعطيني هيك اولادك الحمد لله ناجحين. والله نحمد الله. بدي اقول لك ايش، واحد عندي ابني محامي من احسن المحاميين، شو اسمه؟ رائد العبره، اللي وفي يوم الكرامه تبرع للمحاميه للمعتقلين ببلاش لانه تربى في بيت وطني وقومي، تبرع ولا بيصير اي شيء من ناحيه وطنيه الا بتبرع. والله لما مره بدهم يعملوا محكمه، عملوا محكمه لرفيقنا محمد بركه، ما مش متذكر على ايش كان. متذكر انا متذكر. اتصل هو بعثنا رساله لمحمد برك قال اني انا مستعد اجي وادافع عنك. هو بعدين اعطينا في القدس باقي الاولاد في القدس ولا باي مشكله مع من ناحيه وطنيه الا بيقف وبدافع هيك مجانا للناس. غير رائد اسمه؟ رائد. غير رائد الله يخلي لك اياه. عندي بنت الله يخليها تعلمت طب. مش محامية. لا طبيب يعني؟ لا هي تعلمت ممرضة
مسمخت، ولكن اليوم ظلت تتألم وتتألم أحسن الطبيب. أوكي. الدكتور عندها صلاحيات. حلو. أكثر من الدكتور. كل احترام. عندها ابن تجوزت وعندها ابن اليوم محامي كمان. ممتاز. رائد وتجوز. رائد وعنده أولاد، بنت تتعلم في الأردن طب وعنده ولد بيتعلم هان محامي. ما شاء الله. عندي أولادي الثانيين الحمد لله كل هيتهم عندهم مصالح، اللي عنده سيارات واللي عنده مكاتب واللي عنده دكاكين واللي عند الحمد لله. طيب ابوهم مليونير شو؟ لا والله ابوهم لا مليونير ولا اي شيء. ابوهم الحمد لله انا عايش ومبسوط لاني كل حياتي جنعان جنعان، فاهم؟ بدي اقول لك كنت لما ما يكون معي ولا قرش ويكون في مؤتمر للحزب في حيفا، والله تروح اخذ مصاري من الناس اصحاب الي قربه 50 ليرة 20 ليرة، المهم اركب واجي على الاجتماع واجي على المظاهرات وامشي وما زلت اليوم. شيء غريب كيف انهم اهملوك بطريقه او باخرى. امبارح اهملوا الحزب. امبارح مش صارت المجزرة لما بديش ما بتفوتناش على الشغل. لا في عند دروز فاطمة الجولان. بس فوتناش على الشغلات لانه بعرفش ايش يعني. لا مش بديش ادخل مين محقوق ومين الحرب هي المحقوقه. بيبنى تاني هو المحقوق ما بهمش ايش، بس ما بتهمه هذا بتهمه هذا لا ما دخلش من وين. حتى لو كان صاروخ، هو مش صاروخ، ولكن لو كان صاروخ فمين سببه؟ سببه الحروب. احنا مع السلام زي ما قلت. ولكن بدي اوريك عملت انا واحد في بلديه رهط بيشتغل اسمه ابراهيم العتايقي ومع رئيس بلديه بير رئيس رهط. بلديه رهط عملنا وفد من حوالي 20 شخص. رحنا نعزي مجد الشمس. مجد الشمس عزينا. وانت رحتوا اول امبارح؟ فاهم اول امبارح. وانا يعني بديت انا وواحد اسمه ابراهيم ومع طلال رئيس البلديه، الف شكر له عن طريق التلفزيون تبعك. انا بشكر طلال اللي هما ما راحش لانه كان عنده اشياء، ولكن اجا معانا واحد من عنده. وهناك قلنا انه رئيس الوفد اللي هو بيمثل طلال القرناوي وخلينا يحكي كل شيء. بقول لك شغله بس هيك بعد بتكمل. بقول لك انه يعني هذا الحادث كل واحد بيوقف ضده، بيوقف مع أهلنا في مجد الشمس وبنحترمهم ونترحم على أمواتهم ونوقف معهم وقفة يعني وقفة ما لهاش أي نوع من التردد. طبعا مجد الشمس راح هناك أطفال وهيك، فحبيت أقول لك كمان رأيي. تفضل. شوف تسلم على رأيك كمان. مجد الشمس صح انها سورية اراضي محتلة وشعب سوري اللي موجود هناك، ولكن تابع للامة تبعتنا للامة العربية، فاهم؟ وظلت تحت احتلال. بعدين مواقفهم كانت مشرفة حينما رفضوا استقبال شمترس عندهم يجي عزي، رفضوا ورفضوا استقبال رئيس الحكومة. لو ما تدخلت كل القيادات تبعين الطائفة الموحدون حتى انهم سمحوا له، ولا كل الاحترام لهم. انا انزل القبه لكل الشعب السوري لكل الامه العربيه وكل اهل هضبه الجولان. جولان الجولان هضبه الجولان اللي هم اثبتوا مش اثبتوا ما مش ما هم ثابتين لحالهم انهم جزء لا يتجزا من الشعب العربي السوري، جزء لا يتجزا من الامه العربيه، شايف؟ وانا هناك قلت لهم ما حدش بينسى مواقف سلطان الاطرش حينما حاول في فرنسا تعمل سوسه في الامه العربيه وتعمل تعمل دوله درزيه على جبل الدروز، وقف وغير اسم جبل الدروز لاسم جبل العرب لانه لا ينكر قوميته، بحافظ على قوميته. وهؤلاء كل الاحترام لهم وكل التقدير لهم وكل احترام وتقدير لكل إنسان بحافظ على قوميته وعروبته ووطنيته. هسا أنت شرفتنا بالاستوديو هنا وبتروح على رهط، شو بتعمل برهط وقت من النوع مثلا؟
بروح بشتغل في شغلي فاهم. انا عندي اولاد الله يخليهم وعندي بنات. اولاد يعني الاولاد والبنات ولا بتشتغل شغل عن جد؟ لا والله بشتغل. انا بشتغل وكيل تامين فاهم. انت وكيل تامين؟ انا وكيل تامين. وصلت الدعايات يلا. لا دشر الدعايات بس عندي مثلا كان عندي لا انا ما بحكي لا سمح الله بستيره وهيك. انا خصوصي يعني انت جيت كثير مرات عندي. اول مره بعرف انك وكيل تامين على الاقل لي بالذاكره. فكل الاحترام لك وان شاء الله الله ينجحك ويجي عندك ويامنوا عندك وكل شيء يكون منك. شكرا لك. بدي اقول لك كان عندي سيارات كبار طردوهن من الشغل لانه قالوا لي مره بدك ترجع تشتغل سيارتك تشتغل عندنا في المكتب بشرط اترك الحزب الشيوعي. هيك بالحرف الواحد. ثاني يوم كنت العريض. ثاني يوم كنت كاتب لهم في الاتحاد بغير هالمسلة خيط. وسيارتي وقفت سنة عند البيت. سنة واقفة عند البيت والولاد كانوا صغار يعني انا بدي اربي واعمل. ولكن كان عندي محلات. كان عندي محلات. اقول لك كم من مرة عملوا لي في شركات التأمين بدون ما يبينوهن أشكرة. يعني إيش يقول لك الشركة التأمين أسمع ما بعرف إيه يسووا لي حجة وسووا لي خصمة وأنا بشتغل مع عندهم مش عامل عندهم بيربحوا مني بيربحوا بس بيأخذوا أوامر إنه إيه. ولكن بس اليوم هاي الأشياء مش موجودة إيه. ولا بكرة كمان. ولكن الحمد لله لا مسأل لا عنهم ولا بدي أشتغل ولا بدي أنام وأظن محافظ على عروبتي وقوميتي وعلى المبادئ تبعي. أختلف اليوم مع أقسام مع قياديين في الحزب الشيوعي مش في الآراء ولا في الأيديولوجية. أختلف بالنسبة هل النقب موجود أو مش موجود، هل رهت موجودة أو مش موجودة، هل رهت موجودة أو مش موجودة. هذا كان الخلاف وما زال. وزي كده كل ليش مدحت رئيس البلدية طلال القرناوي بشكل حرارة؟ شو والله اسمع فيش ملي عينيك يعني بدي اوريك ايش واحد طلال القرناوي. طلال حسب رايي انسان كثير محترم. انا بايدك يعني. طلال القرناوي في البلد فيه كثير احسن من طلال. مش طلال يعني اللي جابته ما فيش غيره. في البلد افضل من طلال 500 مره. اللي من ناحيه قوميه وطنيه من ناحيه اجتماعيه من ناحيه تربويه من كل النواحي. ولكن طلال في اللي موجودين اليوم في اللي موجودين منذ قيام رهت وحتى هذا اليوم طلال افضل واحد للبلد. طلال عمل يعني ما حدش بيقدر ينكر. طلال والله زعما عمل بركة سباحة في الغدير سماها فرات. فرات فش في كل الوسط اليهودي زيها. هاي اللي عملها آخر فترة الفايتة. عملها آخر فترة. وصاروا يسبوا عليه يقولوا إنه سرق مصاري وما يكلفت مصاري كثير فهم. مش عارف 32 مليون ولا 42 مليون يعني كلفت مصاري. كانت كثير. قصة طويلة يعني. صاروا يسبوا ولا سمع منهم وظلوا ماشي. وكان مدير بنك مركنتيل فيه. كان مدير بنك مركنتيل. أبوه مات الله يرحمه وفر له مصاري اللي هو مش لازم يسرق ولا أي شيء. أقبله أموال لا تسأل قديش تراكتورات. الله يبارك له. أما وفر له أشياء اللي مش لازم يسرق. أنا لما الصبح أقوم أشوف حدا بكل دم بحاول استعمل كلمة حتى عنا بالعيلة في البيت الله يبارك لك في يومك. وانت بتقول لي الله حط له هذا بركة وهيك. بس كمان يعني بقول لك انه في رهط من ناحية سياسية من ناحية اشياء. انا وياه من ناحية سياسية مش اصدقاء قطرية. لا ما احنا اصدقاء. بس كبني ادم كيف اشتغل للبلد. البلد يا زلمة بلدنا كانت اول ما بدأت 9000 دولار. اليوم 44000 دولار الخرطة الهيكلية تبعتها. الساعة لسه فيه بيجي 12-13 ألف دولم ضمن قبل في الدورة تبعته اللي قبل. والدورة هذه اللي فاتت توقف كل الشغل فيها. ظل واقف على خط ستة لما خلاهم يعملوا طريق تدخل على رهط. بس ده كلك شغلة على الطريق.
طريق المحادثة تبعتنا. طريق رناوي معروف عند المجتمع اليهودي بصراحة يعني إنه كثير معتدل، إنه كثير برو علاقات عربية يهودية كذا. هو يعني مميز بأنه مثلا إذا بدك أقارنه فيك فيش مقارنة، أنت شيوعي عند هاي الأشياء بتهمك كثير، هو أكثر بهمه البان المحلي. فحبيت أقولها أكيد الناس براحت فاهمين اللي بقوله مزبوط. هسه ما أعرف إيش أنت شو رأيك. بدي أقول لك شيء واحد، البان المحلي لا أختلف مع طلال بالمرة، كمان أنا بهمني القضايا المحلية تبعت بلدي، فاهم كيف؟ ولكن كمان القضايا المحلية، النقب بلدي، النقب شعبي ماشي أمتي. ماشي بس بدي اقول لك انه هو مش ناقصه وطنية برضه، هو بيعمل شو لبلد شو لبلد وبيعمل شو بيقدر بيعمل. بديش أدخل. بس انت بتعمل كثير ومميز شغلك، بس من زاوية ثانية لعله هيك الوصف بيكون مليح. بدون نقاش شو إله علاقات، فهم؟ إله علاقات مع السلطات، مع الشرطة، مع حتى مع البنوك يمكن يبقى له يعني البارح اطلاع على كيف شو بقدر يأخذ، حتى مع البنوك بقدر يأثر على البنوك طبعا. امبارح اقتصادي هو ما حدش بيقول كان مدير بنك، والبنك لما اول بنك مركنتيل لما فتح برات كان هو مديره. ايوه، وبعدين البنك لما كان طلال مديره كان ناجح كثير، كان البنك او اكثر بنك في بنك مركنتيل اللي هو ناجح صح. كان محل اول صحيح. يعني بقول بعدين شوف امبارح عند طلال كان وزير الطاقه، في عندنا مشاكل من شركة الكهرباء. قلتني أنه وزير الطاقة؟ بعرفش إيش اسمه بالضبط. كوهن؟ والله ما بعرف إيش اسمه. فكان عندنا مشاكل مثلا في الحي اللي أنا ساكن فيه، في اليوم 4-5 مرات بينزل كهرب، بيصير نص كهرب في أحياء كثيرة القدم، الأحياء القديمة. وكل الوقت مشاكل. يعني يوم أنا رحت على البلدية قبل أسبوعين ثلاثة، ورجوني قديش بيشتغلوا مع شركة الكهرباء على سبة صلحه. امبارح إلا وأنه جايب الوزير، والوزير من شان يحل هاي القضية. يعني هذا كمان شكرا، يعني هذا إنسان اللي بحق له تقدير ماشي. إيش بدي أقول لك؟ بدي أنا ولا شيء، قل لي إنه نفترك. بدي أشكرك شكرا جزيلا. لا شكرا على واجب حسين عبرة، دائما بحب أعمل معك مقابلات، وانت انسان مميز، شخصيه مميزه. ان شاء الله بنسمع منك وعنك بس اشياء منيحه. والله يبارك لك ويخلي لك العيله والاولاد والبنات والاحفاد. اكيد انت صرت جد. الله يبارك فيك ويخليك. شكرا عزيزي. اوكي يلا. نسيت اقول لك انه انا بعرف انك انت متجوز من كلنسوي، يعني انت من النقب ومتجوز من المثلث. طبعا انا متجوز من مثلث، وانا ما فيش عندي فرق يعني مثلث نقب ناصر كل نفس الشيء. بس احنا بث مباشر. انت بث مباشر احنا. شكرا عزيزي. شكرا عزيزي. الله يخليكم لبعض. الله يخليك. شكرا. نحن الى هنا ناتي الى نهايه هذه الفقره، هي الفقره الاولى في الموجه المفتوحه لقناه هلا والموقع بانيت. كان ضيفي حسين العبرة، ضيف كريم أقدره كثيرا وأحب أن أجري معه المقابلات. بشكرك كمان مرة حسين العبرة. إلى اللقاء بعد الفاصل.